صباح الخير وصباح الورد والياسمين على كل مستمعات لالا مولاتي من داخل وخارج المغرب. كنتمنى انكم تكونوا على خير دائما ونتمنوا للجميع بدايه اسبوع موفقه ان شاء الله برزق وتيسير وصحه وسلامه للجميع. نتمنى انكم تكونوا على خير وبخير سواء داخل وخارج المغرب دائما من خلال برنامج لالا مولاتي، برنامج المراه الطفل والاسره، وكيف ما عودناكم فقرات متنوعه ان شاء الله وكلها افاده. غادي نبداوها كالعاده بشهوات لالا مولاتي. اليوم شاركه معنا اختصاصيه فن الطبخ والحلويات المستمعه فتيحة الشريفي من بني ملال، وغادي نتعرفوا على الاقتراحات المميزة جدا اللي غادي تشارك بهم. ثم غادي نمشيو نتعرفوا على الفائزات المحظوظات معنا الفوز اليوم في المسابقات اللي كيقدموا لكم كل شهر هدية من ذهب. وغادي بالنسبة للاقتراحات اللي غادي نقدم لكم نزول عن طلب كثير من السيدات، غادي نعاود نقترح عليكم كيكة ديال الخيزو المعسل والقرقاع اللي كانت قدمت لنا الشيف نعيمة أم عصام من أكادير، وكذلك غادي نقترح عليكم بسبوسة الليمون بما انه هذا الوقت ديال الماندارين ديال الليمون نستغلوه ونحاولوا اننا نديروه في بزاف ديال الاقتراحات. بسبوسه بالليمون هذه من الاقتراح المستمعه نورا ام الاميرات صديقه ديال سناء ام شرف اللي كنوجه لها تحيه كبيره. نورا شاركت بهذا الاقتراح ديال البسبوسه ونتمنى انكم تجربوه ان شاء الله، وفرصه مقبله تشارك معنا مباشره باقتراحات متنوعه. من بعد غادي نمشيو مباشره لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه، نتعرفوا على الحدقه ديالكم، على الاقتراحات ديالكم، على النصائح المنزليه والمطبخيه اللي بغيتوا تقاسموها مع كل السيدات. تواصلوا معنا ابتداء من 11 ل 12 على 0522 88 00 60 61 62. غنتوقفوا مع فاصل غنائي وغادي نرجعوا لاولى فقرتنا شهوات لالا مولاتي. جدو ترحاب والتحية الصباحية لكل مستمعينا الأوفياء وخاصة لعاد التحقوا بنا اللحظة، وغادي نمشيو مباشرة الأولى فقرتنا شهوات لالا مولاتي مع الاختصاصية فن الطبخ والحلويات فتيحة شريفي من بني ملال. صباح الخير لفتيحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كي صبحتي؟ لاباس عليك؟ كل شيء على خير. الله يبارك فيك. يوم موفقين إن شاء الله. يا ربي أمين. أسبوع موفقة إن شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا من الطاقم التقني ديال ميد راديو، شكرا لك أختي سناء. لا لا أختك. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غنشارك معكم إن شاء الله مجموعة ديال الملح عبارة على دي غراتان ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي اللي كيتحتاجوا في وجبه ديال العشاء. فعلا اييه، هو في الغداء كنعرفوا شنو نديروا، ولكن في داك العشاء كنبغيو حاجه خفيفه وما تكونش فيها تمره بزاف. فعلا كلشي كيحير. واحد المجموعه ديال العطائر ان شاء الله ديال لي غراتان ان شاء الله الرحمن الرحيم. وغادي نبدا بواحد الطبق ديال الصفاختي سناء اييه اللي يقدر الانسان انه تقدر السيده انها تقدمه في العشاء او تقدر تقدمه مع وجبه رئيسيه. اييه واخا، غنبداو به ان شاء الله. ان شاء الله نبداو على بركه الله. ديال الصفا بريستيج اللي كتجينا على شكل ديال البسطيله، غنحتاجوا ليها واحد بالنسبه للمقادير غنحتاجوا واحد الدجاجه ديال وزن ديال 2 كيلوغرام اللي كتكون مسلوخه ومغسوله. العيالات تبارك الله كاع كيعرفوا الدجاج. عندنا غنحتاجوا واحد 4 البصلات مشنفين رقاق، شويه ديال الملحه، الابزار، شويه الخرقوم، الزعفران الحر هو كنستعملوا منه واحد شويه، معلقه ديال السمن كبيره، واحد القرطه ديال الربيع اللي كنخلطوا فيها شويه ديال القزبر والمعدنوس، عندنا واحد 3 العويدات ديال القرفه، واحد نص كاس ديال زيت العود، واحد الكاس ديال الماء، وغادي نحتاجو واحد 500 غرام ديال شعريه الصفا، عندنا واحد المعلقه صغيره ديال القرفه بودره، وعندنا واحد 100 غرام ديال العسل، عسل يكون شكل مزيان، ما كانش متواجد تقدر السيده تغيرو بالسكر. عندنا واحد 200 غرام ديال اللوز اللي كنكونوا محمرينو فاسخينو ناشف، كندهنوا بشويه ديال الزيت كندخلو للفران يتحمر، من بعد كنهرمشو كنضيف ليه واحد شويه ديال الماء زهر وشويه ديال السكر كلاصي وكنخليه جانبا. كناخذ بالنسبه للدجاج كنقليه مع العطريه وداك الكاس ديال الماء والبصله وكنخليه يطيب. واصلا الدجاج كيطلق الماء ديالو مع البصله، كنكتفي غير بهذاك الكاس ديال الماء بوطه مهيله تيطيب على خاطرو. من بعد ما كيطيب ليا الدجاج كننفتو، كنحيد لنفرقو على العظيمات ديالو ونفتو، وديك الدغميره كنخلي ديك البصيله حتى كتغمر مزيان. ايه واخا، كنضيف ليها واحد المعلقه ديال معلقه صغيره ديال بودره القرفه، وكنضيف اما العسل 100 غرام ديال العسل او كندير 100 غرام حتى 150 غرام ديال سنيده على حسب كل واحد واش ما كيبغي في الحلاوه.
وكان من بعد ما كتغمر ليا ديك المريقه كنضيف ليها داك الدجاج، كنلوحو في هذيك المرقه وكنديه وكنجيبو وكنخليه حتى هو جانبا. كندوز دابا التفوار ديال الشعريه، انا نعطي للسيدات الطريقه ديالتي. انا كندهنها بشويه ديال الزيت والملحه وكنديرها كتفور واحد نص ساعه. واخا المره الاولى من بعد كنرشها بواحد نص كاس ديال الماء، وكنعاود نردها عاوتاني للكسكاس، كنفورها مده ديال 20 دقيقه. من بعد ديك الساعه كنعطيها الماء كيف ما بغيت، ما كيخافوش منها السيدات انها تعجن ولا يوقع عليها شي حاجه. صافي كندير لها الفوره الثالثه، الفوره الرابعه مجرد يطلع فيها البخار تنحيدها. عندي غير الفوره الاولى والثانيه اللي كنشد فيها الوقت، الاولى 30 دقيقه والثانيه 20 دقيقه، ومن بعد الثالثه والرابعه مجرد يطلع بها فيها البخار تنحيدها البخار. واخا تنخليها حتى كتشرب عندي مزيان. صافي كنضيف ليها وكتبرد، ملي كتشرب عندي الشعريه مزيان داك الماء ديالها كنخليها كتبرد. من طبيعه الحال السيدات يذوقوها، انا هنا ما كنطيبهاش داك الطياب ديال السفه اللي غادي ناكلها بالسكر. هو هذه اللي انا باقي غتكون فيها فعلا مازال غتزاد الحلاوه شويه بين وبين، ما طيبهاش عاوتاني بزاف وما قاسحاش بزاف. كناخد السفه ديالي من بعد ما كتبرد، كنضيف لها واحد معلقه صغيره ديال القرفه بودره، وكنضيف لها واحد الساشي ديال فاني بالزهر، وواحد شويه ديال الزبده، لقيت زي واحد 50 غرام كندوبو وكنخلطو فيها، وكندير واحد جوج البيض البيض. هنا اختي سناء علاش كندير القرفه والفاني؟ باش ما كتبقاش عندي زفوريه البيض في الشعريه. واخا كنخلط مزيان، وكناخذ واحد الطاوه ديال الفران اللي كتكون دائريه ولا مستطيله ولا على حسب الشكل اللي بغات السيده. كندهن كنلبسها بابي كويسون، كنقطع بابي كويسون في القاع والجوانب على حسب الطاوه باش هنا كيتفاداو انها تلصق ليهم، وكندهنهم بشويه ديال الزبده وكنلصقهم للمول، راهم كيشدوا مزيان ما كيديرونجيوش في الخدمه. وكنلبس ديك الصفه ديالتي كندير شويه في القاع وكنلبسها من الجوانب هكداك. كنلبسها من الجوانب وكندير ديك الدغميره ديالتي ديال الدجاج كنحطها، وكندير فوق منها اللوز، وكنعاود ندير واحد الطبقه ديال الصفه من الفوق. يعني ملي كتبسطي الصفه في المول كتوصليها حتى للجوانب. كنديرها على الجوانب لان غتجي عندي على شكل بسطيله. واخا باش الحشوه ما طيحش لينا، يعني ما تشتتش. ما الحسوة كتجي راه صوره تجي في الوسط. عليك كتجي مجموعه ما كتبانش الا ما قلتيش البنان، الا ما قربش واحد الصوره عنده ما كتبانش انها شعريه، تبان بحال شكل البسطيله. صافي كنغطي بالطبقه ديال الشعريه البسطيله من الفوق، كندير واحد البابي كويسون كنغطي به، وكنغطيها بابي الومنيوم، وكندخلها للفران قياس ديال واحد 15 دقيقه حتى 20 دقيقه عافية مهيلة باش داك الصهد كيشد ليا داك البيض، وكتجيني السفة ديالتي متماسكة. صافي كنخرجها من الفران كنعريها وكنقلبها في إناء ديال التقديم، وكنزينها على حسب الرغبة، يا إما بخطوط ديال القرفة إما باللوز، كنسقيها بالعسل ورشة باللوز إيفيلي ولا اللوز كاسي محمر، ولا كنقدم معاها بريوات ديال اللوز ولا على حسب الاختيار ديال كل سيدة. فعلا الله يعطيك الصحة، مشكورة جدا على الاقتراح السفة وبالطريقة على شكل بسطيلة، تبارك الله عليك. رائعة يا العيالات، أنا عاد خدمتها الأسبوع اللي فات، خدمتها في حصة البنات اللي عندي في الجمعية، تبارك الله صراحة عجباتهم بزاف. غندوز أختي سناء دابا لواحد الكراتان بإبلي. واخا أييه بالقمح. أييه فيه واحد 500 غرام ديال إبلي. إبلي راه العيالات كاملين تبارك الله كيعرفوا انه كنديروا في الماء غليان واحد المده ديال 10 دقائق مع شويه ديال الملح وشويه ديال الزيت، لانه هو دغيا تيوجد ما كيبغيش طيب بزاف. فعلا كناخذ واحد ثلاثه الفلافل، واحد ثلاثه الحبات ديال الفلفله، وحده حمراء وحده صفراء وحده برتقاليه اللي كنشويهم، وكنقطعهم مربعات صغار، وكنعاود نشحرهم في شويه ديال الزيت والملح والابزار، وكنضيفهم على هذاك ايبلي. عندي واحد 300 غرام ديال الفورماج اللي فيها 200 غرام ديال الفورماج احمر، وعندي فيها 100 غرام ديال الموزاريلا.
عندي صوص بيشاميل، كناخد 50 غرام ديال الزبدة كندوبها في واحد الكاسرول، كنضيف عليها 50 غرام ديال الطحين، تنديها ونجيبها مزيان تيطيب لي داك الطحين شوية، كنضيف عليه واحد 2 كيسان ديال الحليب، واحد الحكة ديال الكوزة، شوية ديال الملحة وشوية ديال الإبزار، وكنضيف واحد 2 فورماجات متلسين وكنخليه جانبا. كنضيف واحد المعلقة كبيرة ديال التوابل المكسيكية، الخليط ديال الإبلي مع الفلافل، وعندي واحد البصلة اللي هي كنشحرها كنقطعها رقيقة وكنشحرها هي بنفس التوابل، شوية ديال الزيت والملح والإبزار، كنخليها حتى كطيح، كنضيفها هي الإبلي. عندي 500 غرام أو 250 غرام على حسب الرغبة، كل سيدة وعلى حسب الجيب، إما 500 غرام ديال الكفتة أو 250 غرام ديال الكفتة البقري اللي هي كنشحرها بشويه ديال الملح والبزار، غير مش غاز كنحلها ما كنخليهاش تطيب بزاف وكنحيدها، كنخلط هذا الخليط، وديك 300 غرام ديال الفورماج كنقسمها على 2، النص ديالها كندخله مع هذه الحشوه، وكندير واحد الاطار، او انا راه صيفطت لك 2 ديال التصاور، هنا خدمتها في اطار طويل وخدمتها في مول عجيب. ايه كندير الخليط ديال الابلي مع والبصله والفلافل وصوص بيشاميل والفورماج، كنديرهم في واحد الاطار، وداك صوص بيشاميل اختي سناء كنحذف منه واحد 3 المعالق اللي كنخليهم جانبا واخا على نقسم حسب 3 المعالق كبار واخا يعني 3 المعالق ديال صوص بيشاميل إيه. كنحتفظ بها جانبا. كندير هاد الحشوات ديالتي في واحد الاطار او المول اللي بغات السيده، وكندهن بداك صوص بيشاميل الوجه ديالو، وكنرش بواحد 2 المعالق ديال الشابلور، وعاد كنرش بالباقي ديال الفورماج اللي شاطليه، صافي كندخلو للفران. بعد ما كنخرجو كنرافق معاه، هنا تيسبق على حسب الرغبه، انا هنا رافقت معاه ركيبات ديال الدجاج بالعسل، عندي 1 كيلو ديال ركيبات ديال الدجاج اللي غسلتهم بالملح والحامض مزيان بلا ما نحيد لهم الجلد ديالهم، خليتي جلد هكاك، كنضيف لهم في الشرموله ديالهم واحد 2 الفراع ديال الثومه محكوكين، 4 المعالق كبار ديال صوص الصوجة، 4 المعالق كبار ديال زيت الزنجلان، معلقه كبيره ديال سكنجبير طري محكوك، شويه ديال الملح والابزار، واحد 2 المعالق كبار ديال العسل، معلقه كبيره ديال المطارد. كنخلط هذا الخليط مع دوك الركيبات ديال الدجاج، تنخليهم تنرقدهم اطول وقت ممكن، واخا يجيو مرقدين. كانت السيده مزروبه غير واحد الساعه ديال المكانه، كناخد اناء ديال اللي كندخلو للفران، كنفرشو بابي الومنيوم وكندير فيه بابي كويسون، وكنحط هاد الركيبات ديال الدجاج، كنسد عليهم وكندخلهم للفران واخا حتى كيطيبوا. في الاخر اختي سناء راهم كيكونوا طالقين مريقه، الا انا لقيتهم واجدين طيبين صافي كنصفي ديك المريقه في واحد الكاسرول، وكنديرها تغلى، وكنعاود نكبها فوق منهم، وكنعري عليهم هما يتحمروا. هادو كنرافقهم مع هاد الكراتان، كيجي رائع، كيجيو مزيانين، وكيف قلتي يعني على حسب شنو متوفر عندنا. الله يعطيك الصحة، تبارك الله عليك الله فاتحة، الله يبارك فيك. باقي اختي اييه مازال الوقت، واحد تفضلي واحد الشوربه ان شاء الله غنعطي واحد الشوربة هنايا بالخرطال، عندنا فيها واحد 3 الخزويات اللي محكوكين طوال، انا كنعطي الطريقة وتما باش يكفانا الوقت. اييه واخا 3 الخزويات اللي الكبار يكونوا محكوكين طوال، 3 القرعات خضرين تما يكونوا محكوكين طوال، 3 الحبات ديال البطاطا يكونوا تما محكوكين طوال. كندير عندي واحد الضامة ديال السمك، واحد المعلقة كبيرة ديال عطرية السمك، شوية ديال الملحة والإبزار، عندي 2 المعالق كبار ديال زيت العود، معلقة كبيرة ديال الزبدة، واحد نص كيلو ديال البرو تيكون مقطع رقيق، وعندي صدر ديال الدجاج مقطع مكعبات صغيرة. الو اييه تفضلي. كناخذ واحد الطنجره اللي كنوضع فيها زيت العود مع الزبده، كنشحر فيها البرون بعد ما قطعته دوائر رقيقه، وكنضيف داك المكعب ديال السمك،
وكنضيف الخضره ديالي. ايه كنديهم ونجيبهم في ديك العطريه، وكندير المرق على حساب ديال واحد جوج يطرو هكاك ديال الماء، ايه كنخليه حتى وكنلوح هنا، عفوا نسيت دوك المكعبات ديال الدجاج، كنلوحهم هما الاولين كنديهم ونجيبهم مع البرو، وعاد كنضيف الخضره ديالي واخا. ايه وعاد كنمرق. من بعد ما كطلع الغليه وكنعرف ديك الخضيره هي دوك المكعبات ديال الدجاج طابو، كنضيف واحد الزلافه ديال الخرطال، ايه ديال رقائق الخرطال ايه دوك الصغاورين دابا تبارك الله ولاو موجودين. واخا كنخليهم واحد المده ديال 10 دقائق، وكندوق ديك الساعه على حسب واش خاصني مليحه واش لا، وكنقدمها بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه، تبارك الله عليك، فعلا شوربه سهله وخفيفه وبالخرطال صحيه في نفس الوقت، واكيد غادي تجي لذيذه مع هذيك الخضره. ندير لك واحد الكراتان اخر اختي سناء اللي كيجيب ديال الخضره. ايه عندنا في واحد 500 غرام ديال البطاطا، 500 غرام ديال القرعه خضراء، 500 غرام ديال الجزر. هاد الخضره اختي سناء كنشدها وكنقطعها رقيقه بزاف. ايه عندي 250 غرام ديال الكفته، وعندي 250 غرام ديال الشعريه فيرميسيل اللي كنكون مرطباها قبل ومسكتراها، عندي واحد الرابعه ديال الزيتون الخضر اللي تاهو تيكون مقطع رقيق، عندي 6 ديال البيضات، عندي 150 غرام ديال الفرماج احمر، وعندي معلقه كبيره ديال مطيشات الحب، عندي 2 معالق كبار ديال المعدنوس مقطع، ومعلقه صغيره ديال الهريسه، وعندي فرماج ساندويتش. بالنسبه للطريقه، من بعد ما كنقطع ديك الخضره رقيقه كنبخرها بواحد شويه ديال الملحه والابزار وشويه ديال زيت العود، وكنخليها جانبا. كنشحر ديك الكفته، طيب شويه ديال الملحه والابزار والزيت، كنحاول نفتتها، وديما هنا في لي غراتان ما الكفته ما كنحاولوا اننا ما نطيبوهاش بزاف. كنضيفوا الزيتون والمعدنوس وجميع التوابل، كنخلطوهم مع البيض، وكنجمعوا كل شيء مع الكفته والخضره، وكندير واحد الاطار اللي غادي نخدم فيه هاد الكراتان على حسب الرغبه، يا دائري يا مربع يا اللي كان. كندير هاد الخضره ديالتي ومع الفيرميسيل تنقطعها رقيقه، تنخلط الكل، وكندير واحد الاطار اللي كندير ليه واحد الطاوه ديال الفران، كنكون فرشاها بابي كويسون، وكنقسم الخليط ديالي على جوج. ايه ندير التفريشه الاولى ديال الحشوه اللي عندي، وكنغطيها بفورماج ساندويتش. ايه كنعاود ندير الطبقه الثانيه، وكنرش من الفوق بفورماج احمر والموزاريلا. ايه شوف كندخلو الفران وكنقدمو بالصحه والراحه، هو كيجي هائل وسهل ولذيذ. مازال شويه الوقت اختي سناء. واخا مازال عندك شي اقتراح؟ ايه عندي، يلا نختمو بيه. ايه تفضلي، نزيد الكراتان ولا نعطيك عصائر؟ واخا ناخدو عصير. ناخدو عصير، عندنا عصير بالموز وقهوه سريعه الذوبان. كنحتاجو واحد 3 المعالق كبار ديال قهوه سريعه الذوبان، كنذوبها في واحد الكاس ديال الماء سخون، وكنضيف واحد الكاس ديال الماء اخر. عندي واحد 500 غرام ديال الموز اللي كنكون مقطعاه ومجمده في الفريغو. عندي واحد الحك ديال القشده اللي تنكون حتى هو مجمده في الفريغو قبل، القشده الطريه. القشده الطريه اللي تنكون حتى هو مجمده. واخا وعندي واحد جوج ديال ياغورت بالشوكولا، وعندي نص سترو ديال الحليب. نص سترو ديال الحليب، نص سترو ديال الحليب. كنطحن الكل وكنقدمو بالصحة والراحة. دوك أييه يجي زوين، يجي بحال لي صوبي بحال. الله يعطيك الصحة. بالنسبة بالنكهة ديال القهوة، القهوة رائع. أييه هذاك الكاس الماء، كاس الماء الآخر يكون عادي يعني ما بارد ما والو، ولا تا هو بارد؟ واحد الكيسان بجوج غير عاديين، غير واحد كندوب فيه القهوة، هذا كيكون دافي.
الاولاني كيكون دافي اللي اييه كنخد اللي حتى تنزل ندوبو فيه فيه. القهوه، اييه والثاني كنخليه غير هكاك عادي كاس الماء عادي. نشرب بيه واخ عادي. اييه تبارك الله عليك، فعلا هو يجي زوين كيزيد شي بزاف. حاجه؟ للاسف مابقاش لنا الوقت، والله يعطيك الصحه لا فتيحه. تبارك الله عليك فتيحه شريفه، اختصاصيه في فن الطبخ والحلويات بني ملال. شكرا لك بزاف على هاد الاقتراحات اللي اختاريتي للمستمعات اليوم، منوعين ما بين السفه على شكل بسطيله، ما بين اقتراحات ديال الكغاتان، ما بين كذلك هاد الشوربه ديال الخرطه اللي هي ساهله وصحيه ومناسبه اننا نديروها عشيوه، كتجمع كل شيء ما بين الخضره وما بين الخرطه يعني الشوفه اللي هو لافوان، وكذلك خصمنا بهذا العصير اللي حتى هو غادي يجي زوين بزاف، لانه غيجي بحال لانه كل شيء مجمد غادي يجينا بحال الكلاص تقريبا، وبحال العصير اللي هو تيكون ثقيل، عصير سهل. نتمنى انكم تكون وصلتكم هذه الافكار ان شاء الله، وتجربوا هذه الاقتراحات. غادي نتوقفوا مع فاصل مستمعينا، وغادي نرجعوا مباشره تعرفوا على شكون معنا الفائزات المحظوظات في المسابقات اليوميه. شاركي وربحي كل يوم مع اكسات. اكسات كل ما تحتاجيه من المنظفات المنزلية. إكسات للحياة رائحة متميزة. وصلنا للمستمعين للفقرة ديال المسابقة اليومية اللي كتمنحكم كل شهر الفوز في نهاية الشهر بطاقم ديال الذهب، وطريقة سهلة يكفي أنكم تشاركوا يعني تحضروا يعني تشاركوا في المسابقة اللي هي الطريقة ديالها سهلة، هو أنكم غادي تبعتوا لنا بصور اللي نظفتوا بها في المنتوج ديال إكسات في البلاصة اللي نتوما نظفتوا، وغادي تبعتوا لنا بصور ديال هاد المنتوج اللي صورتوا فيه واللي نظفتوا به البيت ديالكم على الرقم ديال الواتساب اللي هو 0657 87 55. ومعنا المستمعة اللي شاركت وتختارت اليوم واللي هي المستمعة بارزاني مريم من اليوسفية. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله مريم. ألو أختي لالا سناء، كديرة؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. مرحبا بالناس ديال اليوسفية. شكرا لك بخير، تبارك الله عليك وتبارك الله على الميد راديو. الله يبارك فيك، شكرا لك الناس بزاف. الناس المدمنين على الميد راديو. الحمد لله بالخير والتيسير، بارك الله فيك، شكرا. مرحبا بالوفاء ديالكم. بارك الله عليكم جميع البرامج كاملة. الحمد لله، بارك الله فيك، شكرا لك بزاف. تبارك الله عليك مريم برزاني من اليوسفيه، ربحتي معنا اليوم منتوجات التنظيف المنزليه مهدات من اكسيت، وبالاضافه على ان الصور اللي شاركتي بهم راه دازوا لسحب القرعه، ونتمنى تكوني من المحظوظات ان شاء الله انت والمستمعات الفوز في نهايه هذا الشهر بطاقم ديال الذهب. شكرا بزاف، شكرا بزاف ليكم. الله يبارك فيك، تحياتنا لك مريم برزاني من اليوسفيه على المشاركه ديالك الفعاله، وحتى انتم مستمعينا شاركوا من خلال الرقم ديال الواتساب. طريقة سهلة كيف قلنا في بداية المسابقة، هو أنه يكفي أنكم تختاروا المنتوج ديال إكسيت، تنظفوا به البيت ديالكم، وحاولوا أنكم راسلين نظفتوا فيها، نزلوا قدام هذاك المنتوج اللي نتوما نظفتوا، واش ديال الأرضية، واش ديال الجاج، واش غسلتوا به الواني، وحاولوا أنكم تصوروهم يعني على شكل صور وتبعتوهم على الرقم ديال الواتساب اللي هو 0657 87 55. كل نهار كنختاروا مستمعة محظوظة اللي تربح منتوجات تنظيف المنزليه مهدات من اكسيت، بالاضافه على انه التصاور ديالها اللي بعثت بهم على الرقم ديال الواتساب كيدوزوا مباشره لسحب القرعه، باش تكون عندها فرصه كبيره على انه تكون من المحظوظات المستمعات المحظوظات اللي يفوزوا معنا في نهايه الشهر بطاقم ديال الذهب. وحد سعيد لجميع مستمعات لاله مولاتي. لقاءنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال فقرتنا المتنوعه. وصلنا للمسابقه اللي يوميا كنختاروا مستمعه اللي كتبعث لنا بشيوات متنوعه مرفوقين بالمنتوج اللي استعملت سواء ايديال ولا دامتي، وكتختار على انه تشارك بهذه الاقتراحات مباشره من خلال برنامج لامولاتي، وكتربح معنا منتوجات متنوعه، وباش تزيد تبين الحداقه ديالها بهذه المنتوجات ديال ايديال ودامتي. وما تنساوش على انه المسابقه الكبرى اسابيع قليله كتفصلنا على الاعلان على النهار اللي غادي يتم فيه سحب القرعه والفرز لاختيار مستمعه محدوده من بين الحدقات المغربيات اللي غادي يربحوا بمضمه ديال الذهب. فيكفي انكم تجمعوا الغلافات ديال ايديال وديال دامتي وتوزعوهم يعني في براوات في اضرفه، قد ما كثرتوا من البراوات ومن الاضرفه فيهم قانون ديال المسابقه، قد ما كتكون عندكم فرصه كبيره انه في سحب القرعه يتم اختيار الاسم ديالكم. فكل ظرف او لا كل برا ولا كل جوه غادي ديروا جوج غلافات ديال ايديال مع جوج غلافات
البراوات ديال دامتي وغادي تسدو عليهم وغادي تصيفطوا بزاف ديال البراوات فيهم نفس الطريقه ديال القانون المسابقه وغادي تصيفطوهم اما في صندوق البريد على العنوان ديال ميد غاديو اللي هو اذاعه ميد غاديو فضاء الزرقطوني 55 طابق الخامس اذاعه ميد غاديو فضاء الزرقطوني 55 طابق الخامس ولا حاولوا انكم الناس اللي ساكنين معنا في الدار البيضاء والنواحي يمكن لهم انهم يجيبوا البراوات ديالهم مباشره بلا ما يصيفطوهم على صندوق البريد يجيوا المقر ديال اذاعه ميد غاديو وينزلوا هاد البراوات غير يكفي انهم يديروا واحد الوريقه لداخل مع هاد الغلافات يديروا السميه والكنيه ديالهم ورقم الهاتف ديالهم باش ان شاء الله نتواصلوا معهم في النهار الى تم اختيار الاسم ديالهم. نتمنى حظ سعيد لجميع المستمعات لانه مضمه من ذهب مميزه جدا في انتظاركم خلال هذا الشهر. فضعفوا الحدود ديالكم شاركوا وزيدوا شاركوا. بالنسبة للسيدات اللي منزلين المنتوجات ديال دمتي وإيديال ومازال ما بعتوش فحاولوا أنكم تسرعوا باش توصلوا هاد البراوات ديالهم قبل ما يتم الإعلان على النهار ديال سحب القرعة لاختيار المستمعة المحدودة للفوز منضمة ديال ذهب. بالنسبة للمستمعة اللي تختارت معنا اليوم باش تشارك بشهوات متنوعة فهي المستمعة إيمان شيباني من الدار البيضاء. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إيمان لاباس عليك؟ لاباس فيك خير الباب. الله يبارك فيك. الحمد لله عليك. تبارك الله عليك وتبارك الله على الاقتراحات اللي شاركتي بهم. الله يعطيك الصحة إيمان. اقتراحات متنوعة وغادي نحاولوا نختاروا البعض منها إن شاء الله جوج اقتراحات باش تشاركي بهم مباشرة وفي نفس الوقت راك ربحتي منتوجات متنوعة مهداة من دامتي وإيديال. شكرا حبيبه. باش غادي تشارك ايمان؟ نشارك بالزهله والعجينه ديال البيتزا. واخا اذا مستمعينا غادي نتعرفوا على المقادير والطريقات ديال عجين ديال البيتزا وكذلك ديال الغريبه ديال البهله من بعد الفاصل. اذا تفضل ايمان نبداو باول اقتراح. نبداو بغريبه البهله. اييه واخا يعني هذه بلا دليك بلا حتى شي حاجه كتجي غزاله ان شاء الله. واخا المهم نبدا بالمقادير اسمحوا لي يعني مرتبكه شويه. لا لا تبارك الله عليك تفضلي. عندنا زلافه ديال الزيت زلافه ديال السكر كلاصي على حساب الذوق. كاين اللي كيبغي الحلاوه ديال زلافه اللي كيبغي الحلاوه يدير بحال جوج خمارات ايديال وجوج فاني ايديال وزلافه ديال الزنجلان تكون منقيه ومحمره. صافي نبداو نخلطو يعني في الخليط كنديرو الزيت في القصريه وكنتبعو السكر كلاصي وكنديروا الخماره وهذا والفاني ومعلقه ديال القرفه اييه والزرجال ممكن نخلطوا كل شيء وعاد كنزيدوا الطحين. يعني الطحين كنديروا تدريجيا هي ما كتجيش مبسبسه يعني كتجي دايره كتجي مجموعه يعني كتجي عجينه. هذا هو السر ديالها يعني ما كدلكي ما كاينش حاجه سير بلاص كطيبيها اييه واخا صافي ملي كتخلطيها صافي كتكوريها عادي الطريقه العاديه الطريقة العادية على حساب الحجم هي من الأحسن كتكون كبيرة كتجي في المنظر زوينة أحسن من صغيرة وكتفرقع كتشقق صافي وكنشعلو أصلا الفران قبل يسخن مزيان من بعد ملي كيسخن كنقصو شوية باش ما تحرقش صافي ملي كنكملو اللاطة يعني كنعمروها صافي كنخشيوها في الفران صافي على حساب كل وحدة والفران ديالها عارف الفران ديالها كيف داير يعني تشقق صافي تشقق تتحمر شوية صافي وهالبهلة واجدة كتجي سنة كتجي غزالة وبنينة غير بغي يزيد فيها اللوز اللوز فعلا وبالزنجلان كيجي مزيان اللوز كذلك هي كتجي ديك الترميشة. الله يعطيك الصحة. واخا نمشيو لعجين البيتزا. العجين ديال البيتزا هي كتجي سنة كتجي رطبة وكتجي محمرة. أنا غنقول لك السر ديالها علاش كتجي هكا. واخا المهم أنا كندير فيها زلافة ديال الفورص دقيق فورص وزلافة ديال دقيق الفينو وكندير شوية الخميرة ديال الدار وشويه الملحه ندير واحد الخماره ايديال وواحد المعلقه ديال النشا المعلقه ديال الزبده وواحد الحكه ديال الزعتر. الزعتر كيعطي بنه زوينه في العجينه ديال البيتزا. النشا والزبده معلقه كبيره. معلقه كبيره معلقه كبيره صافي كنخلطوا العجينه عاديه كنبلكوها شويه حتى كنساليوها عاد كنضيفوا كاس ديال زيت العود. هذا هو السر ديالها كتجي هشيشه وكتجي فنه يعني حتى كنعجنوها نسالو عوض بحال كنزيدو الماء كنزيدو الزيت. يعني غادي نجمعوها غير بهذيك المعلقه كبيره ديال الزبده قلتي لنا في المقادير. لا كنجمعوها بالماء بالماء كنجمعوها بالماء عادي كنجمعوها بالماء ندلكوها عادي عجينه عاديه
يعني حتى الاخر عاد نزيدو كاس زيت العود هكذاك لانه صافي هذوك المقادير اللي عطيتينا ناشفين معلقه كبيره ما تكفاهمش الزبده باش يتجمعوا لينا دونك نجمعوا بالماء دافي عادي اييه حيت ما فيها حليب لا والو واخا اللي بغى يزيد كاس الحليب معليش حتى الحليب كيجيب اييه فعلا عندك الحليب ولا ياغورت مصوص كيهشوها ما بغيناش نكثروه اييه واخا نبداو فيها ان شاء الله احسن ندير دونك ملي كتجمع لك العجينه عاد كتزيدي كاس ديال الزيت البلديه كاس ديال الزيت الصغير يعني هذاك هو السر كتجي فيها واحد البنه فعلا وكتجي هشيشه بزاف ونسيت حقه معلقه ديال السكر باش كتحمر لينا اييه البيضه معلقه صغيره اييه صافي كنخلطوها وداك الشيء كنعجنوها مزيان المهم ملي كنزيدو الزيت العود صافي كنقادوها على حساب كيف بغينا بغيناهم فرديين صغيورين بغيناهم كبار كنقادوهم وكنخشيهم في الثلاجه شويه اييه يعني هما راهم نورمال واخا في الثلاجه كيخمروا شويه أيه. صافي كنجبدوهم على ما نجدو السشوه كنقرصوهم نثقبوهم راه عادي راه كاع السيدات كيعرفوا باش ما تنفخش كتثقبها مزيان بالفرشات صافي كندخلوها نطيبوها نص طيبه ومن بعد كنجبدوها من الفران وكنعمروها كل وحده و اييه الحشوه اللي بغات اللي متوفر اييه ولو بغي بخضيره راه كتجي مزيان الله يعطيك الصحه تجي السنه آه ربي يخليك تبارك الله عليك ايمان نزيدك حرشه واخا واخا يلا نعطيك حرشه كتدخل الفران هي سهله اييه تفضلي ندير نص كيلو ديال السميده رقيقه نص كيلو أيه. ديال الحليب كاس ديال الزيت كاس ديال السميده جوج خمارات ايديال جوج خمارات جوج خمارات ايديال جوج فاني ايديال اييه تفضلي الملحه وشويه الملحه كنبداو كنديروا السميده كنبسبسوها بشويه شويه الزيت هي والنواشف شويه الملحه والخماره والفاني كنبسبسوها مزيان كنزيدوا الحليب هو باش كنجمعوا يعني هي كتجي شويه جاريه اييه كتجي جاريه شويه وكاين معليش يعني هي ملي غتدخل الفران غتنشف صافي كنوجدوا المقله الثقيله راه معروفه كاع ديال فيهم كندهنوها بالزبده مزيان ونرش عليها شويه السميده رقيقه صافي وكنخلو داك الخليط وكنخشوها في الفران عادي كنخلوها كيكون سخون شويه كنقصو كنخليوها تطيب بحال الكيكه حتى كنشمو الريحه ديالها وكنشلو عليها كتجي سنه بحال الكيكه ما هي كيكه ما هي حرشه يعني كتجي بحال ما بيناتهم بجوج الله يعطيك الصحه الله يعطيك شكرا تبارك الله عليك شكرا لك بزاف ايمان لا لا و... لا كنظن المقادير وما هادوك الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك لا 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 والله الا متبعين معاك وسجلنا معاك المقادير والطريقه مضبوطه الله يعطيك الصحه وكتشرحي مزيان عندي شي حاجه اخرى ولكن من بعد ان شاء الله ان شاء الله واخا خلي رقم الهاتف ديالك ايمان وتبارك الله عليك شكرا لك بزاف على المشاركه ديالك وربحتي منتوجات متنوعه مهدات من دابتو ايديال فشكرا لك بزاف ايمان شيباني على المشاركه ديالك ونتمنى حد سعيد لجميع الحدقات لاله مولاتي ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال فقرتنا المتنوعه وغادي نمشيو للاقتراحات اللي غادي نقدم لكم اليوم وغادي نبداها بالاقتراح ديال البسبوسه بالليمون ديال المستمعه نورة أم الأميرات اللي كنوجه لها تحية كبيرة كنشكرها بزاف لأنه بعثت هذا الاقتراح مع سناء أم شرف وبعثت لنا بسلام فتحية كبيرة كتكتب نكتبات تحية من نورة النشيطة أم الأميرات لسناء الكناني ومستمعات لالا مولاتي قول لهم رميد راديو لالا مولاتي في الدم وكنا متبعينكم تبارك الله عليك والله يعطيك الصحة وكنشكركم بزاف صراحة على كل يعني بصراحة كل ما كتقدموه على تشجيعاتكم الطيبة بشكل يومي الحمد لله لقاو تعليقات زوينين ايجابيين كيعطيونا طاقه وكيخليونا اننا نزيدوا المزيد يعني من الامور اننا نكونوا عند حسن الظن ديالكم فشكرا على الدعوات على الوفاء ديالكم على المحبه الصادقه من القلب على تشجيعاتكم الطيبه الله يعطيكم الصحه فبالنسبه لهذا الاقتراح ديال البسبوسه بالليمون فيه جوج ديال البيضات كاس ديال عصير ديال الليمون كاس ونص ديال السنيده كاس ديال الزيت جوج كيسان ديال السميده رقيقه ولا ممكن اننا نديرو كاس ديال السميده رقيقه وكاس ديال الفينول حرش على حسب اللي متوفر فغادي نعاودو بالنسبه للمقادير قلنا بسبوسه ديال الليمون فيها في المقادير جوج بيضات كاس ديال العنبه ديال عصير ديال الليمون كاس ديال العنبه ونص ديال السنيده كاس ديال العنبه ديال الزيت جوج ديال الكيسان ديال السميده رقيقه ولا ممكن نديرو كاس السميده رقيقه وكاس ديال الفينول حرش حسب اللي متوفر وغادي نضيفو جوج خمارات حمرين ديال الحلوه قشور ديال الليمونه محكوكه فهادو هما المقادير والطريقه سهله هو انه كنخلطوا المقادير مع بعضياتهم يعني غادي ناخذوا جوج ديال البيضات نخلطوها مع كاس ديال عصير ديال الليمون يتخلطوا مزيان
نزيدو عليهم كاس اونص ديال السكر سنيده وحنا كنخلطو، نزيدو كاس ديال الزيت وحنا كنخلطو، ثم غادي نضيفو جوج د الكيسان ديال السميده الرقيقه الا كانت، وإلا كان عندنا بجوج نديرو كاس ديال السميده الرقيقه وكاس ديال الفينو. يعني العبار جوج كيسان، مره مثلا نديرو السميده الرقيقه جوج كيسان، مره نديرو كاس السميده الرقيقه وكاس ديال الفينو الحرش، وغادي نضيفو جوج خمارات حمرين ديال الحلوه وقشور ديال الليمونه محكوكه. غادي نخلطو هادشي كله مزيان، ومن بعد داك الخليط اللي حصلنا عليه غادي نديروه يعني في المقله الثقيله اولا في شي مول مربع ولا مستطيل ولا لاطه تكون متوسطه في الحجم ديالها. غادي ندهنوها مزيان بالزيت ولا الزبده وغادي نرشوها بالسميده، ومن بعد غادي نفرغوا هذاك الخليط ديال هاد البسبوسه وغادي نطيبوها في الفران. الفران يكون بارد وغادي نشعلو عليه وهي لداخل، وغادي نخليوها حتى كطيب مزيان، ومن بعد ملي كطيب لينا كنسقيوها بواحد السيرو اللي كنكونوا وجدناه من قبل، واللي في المقادير ديالو جوج ديال الكيسان ديال عصير ديال الليمون، كاس ديال السنيده، جوج كيسان ديال عصير ديال الليمون مع كاس ديال السنيده، كنديروهم في كاسرونه على عافيه مهيله حتى كيبدا يغلى لينا هاد الخليط شويه، من بعد كنطفيو عليه وكنخليوه حتى كيبرد. ملي كتخرج لينا البسبوسه وهي سخونه كنخويو عليها هاد الخليط ديال السيرو وهو بارد، وكنخليوها حتى كتشربها مزيان باش كتجينا فازقه، يعني كنسقيوها مزيان باش كتجينا فازقه، ومن بعد كنرشوها بالكوك سواء العادي البيض اولا نحمرو شويه اولا الكوك كيف ما يعني قدمته لينا الكراميليزي اللي قدمته لنا الشيف نعيمه ام عصام، ممكن اننا نزينو به راه كيجي زوين. فهذه هي البسبوسه بالليمون ديال المستمعه نوره ام الامنيرات اللي كنشكرها بزاف على الاقتراح، هي وسنا ام شرف وسيطه الخير ما بيني وما بين الجروب ديال السيدات ديال النساء الهمه اللي كنوجه لهم تحيه كبيره كذلك، وكل جروبات الصراحه اللي تبارك الله عليهم الصراحه كيتجمعوا مع بعضياتهم وكيحاولوا انهم يتواصلوا من خلال الاقتراحات، من خلال يعني داكشي اللي كيستافدوا منه وشنو يوجدوا وليداتهم. كل سيده تبارك الله جايه بافكار بتقاليد على حسب المنطقه ديالها، فهادشي كله كيتجمع في جروب، فمزيان يكونوا جروبات، لانه كانت الفكره على انه نديرو جروب لالا مولاتي وهو اللي كان نيت رقم الواتساب، ولكن هو حاجه كتفرح لانه تبارك الله وما شاء الله الحمد لله المستمعات من داخل وخارج المغرب يعني يعني تبارك الله اكثرت بزاف اكثر من الرقم المسموح به يعني في الواتساب، لانه كتبقى غير تقنيه فلقينا صعوبه وما بغيناش نديرو بزاف ديال الجروبات، فداك الشيء علاش اضطرينا اننا نلغيو الواتساب، فكنضطر انني نتواصل مع المستمعات في الواتساب بشكل شخصي، يعني كل سيده كتواصل معايا ما بيني وما بينها هكا في الواتساب، ومع كل السيدات كنخلي رقم الهاتف وكنتواصلوا، وكذلك كاين الرقم ديال الواتساب ديال المسابقات ولا عندكم شي اقتراحات. فبالنسبه لهاد البسبوسه الطريقه ديالها سهله، كيف قلنا جوج بيضات يتخلطوا مع كاس ديال عصير ديال الليمون مع كاس ديال كاسونس ديال السنيده مع كاس ديال الزيت مع جوج كيسان سميده رقيقه اولا كاس سميده رقيقه وكاس ديال الفينو وجوج خمارات حمرين ديال الحلوه وقشور ديال الليمونه محكوكه، كيتخلطوا مزيان، كنعبروا بالكاس ديال العنبه واي كاس استعملنا هو اللي كنعبروا به، يعني كاين اللي كيبغي يدير مقادير كثيره فممكن يدير الكاس اللي كبر من الكاس العنبه ممكن يدير اللي صغر منه، المهم الكاس اللي خدمنا به هو اللي كنخدموا به المقادير كلها. من بعد هذا الخليط كنديروه في مول مدهون بالزبده ومرشوش بالسميده، وكنفرغوا هذا الخليط كندخلوا بسبوسه على فران بارد وعاد كنشعلوا عليه وكنخليوه حتى كطيب. هاد الوقيته كنمشيو ناخذوا كاسرونه على عافيه مهيله نديروا فيها جوج كيسان د عصير الليمون مع كاس ديال السكر سنيده وكنخليوهم حتى كيغليو مزيان باش كيبداو يتقالوا لينا، وكنسقيو البسبوسه دائما ما كيكونوش بجوجهم سخان اولا بجوجهم باردين، اما البسبوسه سخونه ونسقيوها بالسيرو بارد اما السيرو سخون وكنسقيوها بالكيك اولا بالبسبوسه اللي كتكون بارده. وبالنسبه للتزيين فاحنا كنرشوا اللي كيبغي كاوكاو محمر كيجي زوين فوق البسبوسه، اللي تيبغي الكوك كراميليزي كيف ما عطينا في الاسبوع اللي فات ممكن الكوك العادي على حسب الاقتراح ديالكم، ممكن حتى خيزو اللي تيكون معسل اولا يعني الاقتراح اللي بغيتو المشمش معسل حتى هو كنوع من التزيين راه كيجيو زوينين، لكم الاختيار على حسب اللي متوفر عندكم في الدار، لانه كل مره وكتكون حاجه وهذيك الحاجه يعني نوضفوها يعني في الطبخ ديالنا ولا في الشهيوات ديالنا. هذا بالنسبه للاقتراح الاول ديال البسبوسه بالليمون ديال المستمعه نور اميره ام يعني اميره ام نوره ام الاميرات، نوجه لها تحيه كبيره نوره ونشكرها بزاف على هذا الاقتراح. بالنسبه للاقتراح الثاني هو كيكه ديال القرقع وخيزو اللي كتقدمت لنا الشيف نعيمه ام عصام من اكادير، واللي لقات استحسان ديال كثير المستمعات الاقتراحات ديالها. عودنا
عودنا الاقتراحات، وغادي نعطيه هاد المره الاقتراح ديال الكيكه ديال القرقع وخيسو. فبالنسبه للمقادير في الكيكه، فيها 4 ديال البيضات، 125 غرام ديال القرقع مهرمش، كاس د العنبه السنيده، كاس د العنبه مخلط ما بين زيت وزبده مذوبه، جوج ديال الياغورت ديال الشوكولات، جوج معالق ديال الكاكاو، نص كيلو ديال الخيزو معسل. عطاتنا شيف نعيمه ام عصام يعني المقادير والطريقه ديال الخيزو معسل، غادي نعطيوه حتى هو. المهم عقلوه على المقادير، وقبل ما نمشيو للطريقه ناخذوا الاقتراح ديال الخيزو معسل. فقلنا نص كيلو ديال الخيزو معسل، قبيصه ديال الملح، كاسونس ديال الطحين فورس، وجوج خمارات ديال الحلوه. وكاين كذلك الكريم باتيسيير، راه السيدات تبارك الله كيعرفوا يوجدوها، اما كيصايبوها في الدار اما اللي كتباع في الكرتونه. كنهزو منها معلقات مع الحليب وكنوجدوا الكريم باتيسيير، ومن بعد كنسموها بالياغورت فاني كيف ما قدمت لنا الشيف نعيمه ام عصام. فقلنا بالنسبه للكيكه ديال القرقع وخيزو، فيها 4 ديال البيضات، 125 غرام ديال القرقع مهرمش، كاس ديال السنيده، كاس مخلط ما بين زيت وزبده مذوبه، جوج ياغورت بالمذاق ديال الشوكولات بنكهه الشوكولات، جوج معالق ديال الكاكاو المر، نص كيلو ديال الخيزو محكوك ومعسل، قبيصه ديال الملح، كاسونس ديال الطحين فورس مغربي مزيان، وجوج خمارات ديال الحلوه. بالنسبه للخيزو معسل واللي عنده بزاف ديال الاستعمالات، ممكن نضيفوه في الكيك، ممكن نزيدوه للتزيين في الكريب لي بانكيك، ممكن نزيدوه يعني في اي حاجه، راه كيجي مزيان. بالنسبه للخيزو معسل غادي ناخذ نص كيلو ديال الخيزو، غادي نحكوه في الحكاكه الغليظه بالطريقه العاديه، وغادي نديروه في مقله مع معلقه كبيره ديال الزبده مع 3 معالق كبار ديال السنيده، وكنبقاو نديرو نجيبو حتى كيتعسل لينا هو دغيا كينزل. ممكن ناخذو داك نص كيلو ديال الخيزو، غادي نحكوه في الحكاكه ونصفيه من الماء، وغادي نديروه في العافيه، ومن الاحسن المقله اللي ما كتلصقش، ونبقاو نشحرو واحد شويه، ومن بعد نضيفو ليه معلقه كبيره ديال الزبده مع 3 معالق كبار ديال السكر سنيده، ونبقاو نديو نجيبو في هذاك الخليط حتى كيتعسل لينا هذاك الخيزو، ومن بعد كنخليوه حتى كيبرد، وهو اللي كنضيفوه مع المقادير ديال الكيك. بالنسبه لطريقه الكيكه، هو ناخذ دوك 4 البيضات، غادي نزيدو عليهم كاس العنبات السنيده، نطربو مزيان البيض والسنيده، من بعد نزيدو الكاس مخلط ما بين الزيت والزبده مذوبه، ونزيدو قبيصه الملح، نزيدو داك جوج ياغورت ديال الشوكولات، نزيدو جوج معالق كبار ديال الكاكاو المر، ونزيدو يعني داك نخلطو هاد المقادير من بعضياتهم بطريقه العاديه كيف كنوجدو الكيك. ومن بعد كنزيدو النواشف، جوج معالق ديال الكاكاو، غادي نزيدو داك الطحين اللي القياس ديالو كاسونس ديال الطحين مغرب مزيان، غادي نزيدو جوج خمارات ديال الحلوه، غادي نزيدو القرقاع 125 غرام ديال القرقاع مهرمش، واللي ما يبغاش مهرمش راه ممكن انه يطحنو، يعني القرقاع يكون مطحون على حسب الاختيار، كاين اللي ما تيبغيش يكونوا المكسرات باينين، وكاين اللي كيبغيهم مهرمشين تيجي مزيان. فكيف قلنا نخلطو البيض مع سنيده، نطربوهم مزيان، نزيدو الزبده مذوبه والزيت، نزيدو الملحه، من بعد نزيدو ياغورت ديال الشوكولات، جوج علب ديال ياغورت الشوكولات، هادشي كله يتخلط مزيان. من بعد غادي نزيدو جوج معالق ديال الكاكاو مغرب مزيان مع كاسونس ديال الطحين فورس مع 125 غرام ديال القرقع مهرمش مع جوج خمارات ديال الحلوه، وكنخلطو غير بسباتول ولا بمعلقه ديال الخشب ما كنطحنوش، وكنزيدو في اخر مرحله هذاك الخيزو اللي عسلنا بعد ما برد لينا مزيان، ما كنضيفوش هو سخون، ضروري هو انه خيزو معسل ملي نصايبوه نخليوه حتى كيبرد لينا مزيان، وعاد كنضيفوه في اخر مرحله على ديك الكيكه وكنخلطو. هاد الكيك اختارت الشيف نعيمه ام عصام انه ديرو في المول العجيب، هذاك المول المعروف اللي فيه حفيره في الوسط، فغادي ندهنوه بطريقه العاديه، ومن بعد غادي نفرغوا هاد العجين ديال الكيك، وغادي ندخلوها للفران حتى كطيب لينا. ملي كطيب لينا كنمشيو كنوجدوا الكريمه، غادي ناخذوا الكريم باتيسيير سواء مصايبه في الدار اللي تعرفي صايبها، اولا اللي كتباع في الكرتونه وكنزيدوا معلقه منها، راه مكتوبه الطريقه ديال الكريم باتيسيير في الكرتونه. وكان ملي كنوجدوا هذيك الكريم باتيسيير كنطفيو على العافيه، وكنزيدوا عليها واحد ياغورت فاني، كنزيدو واحد ياغورت فاني، وكنزيدو واحد الكمية ديال الخيزو معسل من غير هذيك الكمية ديال الخيزو اللي حنا درنا. يعني عندنا ميزاننا، بحال دابا مثلا نديرو كمية مثلا نديرو مثلا كيلو ديال الخيزو، غادي نحكوه في الحكاكة، ومن بعد نصفيه من الماء ونديروه يتشحر، ونزيدو عليه الزبدة والسنيدة، ونخليوه حتى كيتعسل مزيان، ومن بعد نخليوه يبرد ونقسمو الكمية. نصف ديال الكمية ديال الخيزو معسل غادي نديروه في الكيكة مع المقادير، مع داك القرقاع والطحين والخمارات والكاكاو، وملي نديرو هادشي يعني نديرو هاد المقادير، عاد ديك الساعة في آخر مرحلة نزيدو خيزو اللي معسل،
وصافي وكنخويو الكيكه ديالنا كنخويوها في المول العجيب داك المول اللي فيه حفيره، وكنمشيو كنصايبو الكريم باتيسيير وكنزيدو عليها واحد ياغورت فاني وكنزيدو عليها الكميه اللي بقات لينا ديال خيزو معسل بنفس الطريقه وكنخلطو مزيان. ومن بعد هذاك الخليط هذاك الكريم باتيسيير اللي مخلطه مع ياغورت فاني ومع خيزو معسل هي اللي كنزينو بها ديك الحفيره في الوسط. فاللي ممكن دابا هاد المول العجيب اللي فيه حفيره راه خارج هادي مده يعني شي اعوام خارج بهذاك القوالب الفرديه اللي تيكونوا صغيورين، وصراحه كيجيو زوينين لا في البيتزا ولا في اي اقتراح كيجيو ساهلين، ممكن انهم نديروهم فرديين ونهزو بالمعلقه ونديرو في ديك الحفيره الوسط نديرو هاد الكريمه. اللي ما متوفرش عنده وبغى يدير هاد الاقتراح راه ديك الساعه غادي ياخذ المول مربع ولا مستطيل الشكل اللي بغيتو وغادي ديروا الكيكه طيبوها بالطريقه العاديه كيف ما قدمتها لينا الشيف نعيمه ام عصام. ومن بعد ملي نخرجوها بدل ما اننا نقلبوا على الحفيره بما انه داك المول ما فيش حفيره ديك الساعه كنديروها على شكل طبقات، كناخذوا هذا الخليط وكنديروه طبقه من الفوق وما كنوصلوش باش ما يطيحش لينا من جناب، يعني كنديروه كطبقه وديك الساعه كنزينوا باللي بغينا. بقى عندنا شويه ديال القرقاع ممكن اننا نزينوا بها كمهرمش، بقى عندنا شويه ديال الخيزو نديرو غير غابيل غير واحد شويه هكا نرشو باش يبان لنا، فكيبقى على حسب الاختيار. الطريقه ديالو سهله، وبالنسبه ملي كنديرو هاد كريم باتيسيير بهاد الطريقه وكنديرو فيها الياغورت فاني ونديرو ديك الكميه ديال الخيزو كنعاودو ندخلوها الفران غير واحد 7 حتى 10 ديال الدقائق يعني باش كتقبط راسها ويعني وكتجنس مع هاد الكيكه. نفس الطريقه يعني في ملي تصايبوها ندخلوها واحد شويه غير بحال هكا تقبط راسها غير كتسخن شويه وكنخرجوها، وحتى انه ديك الكريمه راه كتجي مزيانه حتى لما تدخلوها راه كتجي مزيانه هكا في القوالب الفرديه لانه كريم باتيسيير طيبه الياغورت كذلك كيك الخيزو حتى هو مصايب معسل. وبالنسبه لهذا الخيزو معسل ممكن اننا نزينو به بزاف ديال الاقتراحات، كيجي زوين نضيفو كاضافات للكيك الحلويات فكيجي ساهل وكيجي زوين. بالنسبه لجوج العصائر اللي كانت قدمت لنا نيت الشيف نعيمه ام عصام واللي كنتو طلبتو وقلنا ما كانش عندنا الوقت نهار الخميس، فبالنسبه العصير ديال الشريحه فيه 4 ديال الشريحه مفوره وكنخليوها حتى كتفور وكنشوفو انها رطابت وبحال بدات كتلق لينا داك العسل ديالها، يعني 4 ديال الشريحه مفوره ومن بعد كنطحنوها ضروري انه الشريحه وانه ملي هي كتفور ملي نبغيو قبل ما نطحنوها نحيدوا لهذيك النباته اللي كتكون قاصحه نردوا ليها البال دائما نقيوها ولا نقيوها من الاول نحيدوا لهذيك النباته ونردوا ليهم البال عاد ديك الساعه نفوروها. 4 ديال الشريحه مفوره ونخليوها حتى كتفور وكتنزل مزيان وكتولي رطبه بحال معسله. ومن بعد غادي ناخذوا الكاس ديال الخلاط الكهربائي غادي نديروا فيه ديك 4 ديال الشريحه اللي مفوره من قبل وغادي نديروا معاه نص كيلو ديال البنان واحد الحفنه ديال القرقاع واحد ياغورت مسوس ولا ممكن نديرو الياغورت بالمذاق ديال الفاكهه اللي كيتباع راه متوفر وغادي نديرو الحليب بارد نص لتر ولا لتر على حسب نتوما كيفاش كتبغيو العصير، كاين اللي تيبغي ثقيل عاقد وكاين اللي كيبغي خفيف هذا عينكم ميزانكم. هذا هو عصير ديال الشريحه، 4 ديال الشريحه مفوره من قبل نقطعوها طريفات ونديروها في الكاس ديال الخلاط الكهربائي مع نص كيلو ديال البنان مع 125 غرام ديال القرقاع يعني حفنه القرقاع مع واحد ياغورت مسوس او لا واحد ياغورت بالمذاق ديال الفاكهه اللي كيتباع وغادي نخلطوه بالحليب البارد اما نسيترو اما اترو اما اترونس. البنان كذلك على حسب ممكن ديروا جوج بنانات ممكن 3 نص كيلو على حسب الكميه ديال العصير اللي نتوما بغيتو ديرو وعلى حسب كل واحد شنو اللي كيبغي يكون غالب فيه. فهذه هي الطريقه ديال العصير ديال الشريحه. وبالنسبه للعصير ديال الكاكي كذلك اللي اقترحته علينا واللي الكاكي بصراحه عندها فوائد كثيره خاصه الى تكالت يعني مهم بزاف يعني في الوقت ديالها ملي تكون حاضره حاولوا انكم تاكلوها يعني فيها فوائد كثيره. غادي ناخذوا نص كيلو ديال فاكهه الكاكي راه دايره بحال مطيشه وهي ليمونيه ونص كيلو ديال الخيزو يكون مسلوق من قبل وواحد ياغورت كريمي وغادي نحتاجوا اللبن وسنيده على حسب الذوق. عصير ديال الكاكي فيه نص كيلو ديال فاكهه الكاكي نص كيلو ديال الخيزو مسلوق واحد ياغورت كريمي واللبن سواء العادي ولا ديال الكرتونه
وسنيدة على حسب الذوق، وكنطحنوا هذا الشيء كله، يا اما سنيدة يا اما العسل يا اما نحليه بالتمر حلو على حسب. واصلا فاكهه الكافي كتكون فيها واحد الحلاوه زوينه، ممكن كتفي فيها على حسب اللي بغيتو، البن سواء ديال الكرتونه او البن البلدي العادي. وكنطحنوا هذا الشيء كله مزيان، كنطحنوا فاكهه الكاكي مع داك خيزو اللي مسلوق من قبل ومع داك الياغورت كريمي مع شويه ديال البن والسنيده، اولا نحليو بالعسل اولا بالتمر معسل. كنطحنوا هذا الشيء كله، الوليدات كياخذوا الفاكهه ديال الكاكي وكياكلوا حتى داك خيزو مسلوق. ممكن نديروا نفس الطريقه، مره نديروا خيزو مره نديروا القرعه، القرعه الحمراء نفوروها بالطريقه العاديه، نحيدوا لها القشره ديالها ونقطعوها مربعات وتفور لنا، ونطحنوها مع فاكهه الكاكي مع داك الياغورت كريمي مع البن مع السنيده، راه حتى هي كتجي زوينه. نستافدوا حتى الوليدات، ندخلوا لهم هاد الخضر والفواكه سواء في عصائر وسواء حتى في هكا في يعني في الانواع ديال الكيك، يعني كيجيو زوينين ان شاء الله هذا الاسبوع. ونعطيكم الاقتراحات ديال الخضره، يعني كورجيت في كيكه، البربه في كيكه، خيزو في كيكه، بالنسبه للوليدات اللي ما تياكلوش هذه الاقتراحات واللي ممكن اننا نديرو لهم في كيك او في اقتراحات اخرين وما يبانوش ويستافدوا منهم بكل سهوله. غادي نكتفيو بهذا القدر. كاين واحد الاقتراح ديال سباكيتي بلي زيبيناغ بالسبانخ اللي كنت عطيتها هذه مده، ولكن فوق ما كيجي الوقت ديال زيبيناغ كنذكرها، وكنبغي انه الامهات يعني يصيبوها لوليداتهم، لانه فعلا لي زيبيناغ راه فيها نسبه عاليه ديال الحديد، والناس اللي عندهم نقص في يعني عندهم فقد دم او نقص في الحديد او نقص في الخزان ديال الحديد، فرصه انهم ياكلوا الماكولات المواد الغذائيه اللي فيها نسبه عاليه من الحديد بما فيهم لي زيبيناغ السبانخ، وخاصه من الاحسن تكون طريه، يعني ما تكونش طيبه، من الاحسن باش نحترموا ونحتفظوا على ديك القيمه الغذائيه والفيتامينات اللي تيكونوا فيها. فغادي نتوقفوا مع فاصل غنائي وغادي نرجعوا باش نستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه وفرصه انني نعطي هذا الاقتراح ديال السباكيتي اللي كيجي زوين بزاف بصراحه، ماشي غير الوليدات اللي غادي يعجبوهم، حتى الكبار عطيتها شحال مره وغادي نعاودوا نذكروا بها باش تستافدوا منها، بما انه الوقت ديال زيبيناغ ولا ربما الوليدات ما تيبغيوش يعني السبانخ على شكل يعني بقوله، ماشي بحالنا حنا الكبار، ولكن كنقدو عندها بزاف ديال الاستعمالات، ما كاينش غير حاجه وحده اللي صافره. تبارك الله لي زيبيناغ كدار في بيتزا كتجي مزيانه، كدار في عصير وهي خضره طريه ما كتبانش نهائيا، لانه الكورجيت لانه لي زيبيناغ السبانخ المذاق ديالها زوين، يعني ماشي بحال النعناع مثلا اللي فاش غادي تطحن غتشم الريحه، الوليد الا ما كانش كيبغي النعناع مثلا غتشم، هذه المذاق ديالها محايد لي زيبيناغ، فاي اضافه فين ما درناها كتمشي. يعني غادي نعطيكم الطريقه ديال هذا السباكيتي ونشوفوا الاستعمالات ديال لي زيبيناغ ديال السبانخ، وحتى نتوما الا عندكم شي حويجات اللي هما مهمين بزاف كيفاش ممكن اننا ندخلوهم الوليدات، فرصه اننا نعطيوهم من خلال البرنامج لمولاتي، ويستافدوا منهم جميع السيدات وجميع الامهات. فاصل وراجعين. لقاءنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال فقرتنا المتنوعه، وغادي نمشيو لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه، نتعرفوا على الحداقه ديالكم على الاقتراحات اللي بغيتوا تقاسموها مع كل المستمعات. وغادي ناخذوا اول مكالمه معنا، معنا ملكه ام ساره. الو ملكه. الو 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 ملكه، كي دايره؟ لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يبارك بخير فيك. بخير الله يطول عمرك، الله فيك، تمنى تكون على خير. الله يطول عمرك، تحيه ليك والطاقم كله لسميحه. اييه مرحبا، وتحيه اختي لواحد العائله تتسلم عليك الحاجه اوباد. اييه بالغلا سلام بزاف، واختها عزيزه تيسلموا عليك بزاف. بارك الله فيهم، سلمي عليهم بزاف، بالغير لهم السلام. المستمعات ميد راديو تتشكر، تبارك الله، دائما تتقدم التحيه، شكرا بزاف. الله يبارك فيك، مرحبا. الله يبارك فيك، غادي نعطيهم السنور. اييه وغادي نعطيك الفرخ الا بقى الوقت ان شاء الله. واخا، لان الفرخ كاين الدابا اللي تيقول الفرخ السنور وفي نفس الوقت الفرخ. اييه الفرخ بوحدو والسنور السنور بوحدو. السنور فيه الشوك. الفرخ فيه تسلخ، ما فيهش. اييه ما فيهش الشوك فعلا، فيه عضيم باين. واللي بغى ياخذ السنور دائما اللي فيها غير 2 كيلو 3 كيلو تداوها، لان تيكون فيها الشوك بزاف. الكبيره. كبيره اللي بغى بحال هكا عائله او جيران يتفاضوا ياخذها فيها 7 كيلو 8 كيلو، حتى هي راه تيكون المؤخره ديالها فيها الشوك، ولكن ماشي بزاف. يعني الراس من جهه الراس حتى لتحت، حتى الوسط، الوسط ايه كله هذاك ما فيهش الشوك. هذاك تنديروا فيه الكسكسو، تنديروا القتبان، تنديروا طاجين. ايه. تنديروا كل شيء، يعني في الحوتة السنور يعني من الوسط ديالها حتى للراس ما تيكونش فيها الشوك، ما تيكونش فيها الشوك من الوسط حتى المؤخرة تكون. ايه واخا، تيكون فيها الشوك، واخا لتحت
تيكون فيه الشوك هذاك تنقليه وتنديروه في الفران اما ولكن خاصنا بغينا الدجاج الصغير خاصنا ناكلو معنا المنقاش اييه فعلا لانه رقيق عامره بالشوك بالنسبه للوليدات صعيب بالنسبه للناس الكبار فعلا ولا الناس الكبار ولا صعيب صعيب على كل شيء ضروري ما تتفلت لك واحد الشوكه فعلا اوخ بالنسبه بنتي انا غادي نعطي العبار ديال كيلو اييه تفضلي ديال السنار عندنا واحد جلافه صغيره ديال الحمص هاد التفايه بنتي نفس التفايه اللي عطيت في سابقا في الصفه اللي نسيت فيها ثلاثه الكيسان ديال السنيده نفسها اللي غنديروا مع الصنور اييه بالنسبه بنتي عندنا كيلو ديال الصنور عندنا كيلو ديال البصله اييه عندنا جلافه ديال الحمص الحمص يكون فسخ عندنا شويه كاس ديال الزبيب في العطريه عندنا قبطه مخلطه ما بين القزبر والمعدنوس قبطه غير صغيره اييه عندنا كيلو ديال البصله وجوج بصلات زايدين يعني كيلو وتكون مع واحد بصله كبيره ولا جوج انت غتعرفي علاش عندنا عود ديال القرفه اييه في العطريه عندنا معلقه ديال السمن عندنا معلقه ديال الخرقوم البلدي اييه عندنا شويه ديال هذا البزار البزار غير نص معلقه عندنا شويه سكينجبير عندنا جدويمات ديال الزعفران عندنا نص معلقه صغيره ديال حبه الهيل عقوق المهم العطريه ديال المروزيه غير هي اللي ما تكونش مشريه من عند العطار مخلطه هي لانه تكون اللي تكون مصيبه على مصيبه على اليد فعلا هادشي كامل بنتي تنخلطوه العطريه كامله مع داك السمن مع داك الضويمات ديال الزعفران الربيع تنقبطوه اييه نحكو ديك البصله في الحكاكه الرقيقه تنخلطو في هاد العطريه اييه وتنديرو شويه الملحه غير شويه حيت الضويمات فيهم الملحه فعلا وحيت المرقه غتكون عندنا غير قليله ماشي كثيره تنكتفيو غير بدوك الضويمات والسمن حتى السيده تذوق ولا شافت خاصه شويه الملحه تقدر تضيف واحد شويه في الاول راه ما تنديروهاش اييه تنخلطه بنتي كامل هادشي كامل وتنشرملو به داك الصنار اييه راه تكون مقطع مرصوات اييه تيجي بحال الملوجه هكا مقطع بحال الملوجه هما تيكونوا غلا شي شويه اييه من الافضل الا خلينا بواحد الساعه هو مرقد في التخليطه اييه اما تنشدو بنتي الطاجين او تنشدو المول اللي تيدخل الفران انا شخصيا تنديرو في المول اللي تيدخل الفران في الفران في نفس الوقت يطيب زوين وتيتجمر من الفوق أيه بنتي نقدروا نديروا حتى في الطاجين فعلا ونحطوه في الفران واللي بغات ديروا على الفاخر او تنقص ليها البوطه راه ليه الاختيار ملي تنستوي بنتي في الطاجين عاد تنديروا كاس لارو مخلط ما بين الزيت البلديه والزيت الروميه أيه كل كاس لارو عاد تنخوف جناب ديك القبيضه تاع الربيع ما تنكون غسلناها وحمزمناها مزيان تنديروها في الوسط ديال الطاجين أيه الماء تنشلو غير ديك البليصه ديك الطاوله اللي حنا خلطنا فيها هذا الشيء الماء ما تنديروش كثير ما كاملش حتى نص كاس ديال الماء اييه وتنقصوا عليه وتنخليه يطيب تمشيو بنتي البصله اييه تنشنفوها راه كاع عارفين اييه رقيقه من النص وسيده باش تسهل عليها راه فوق القطاعه تنسيرو تنقطعوا شنو نفرق اييه وتكون رقيقه تنديروها اما في الطنجره ولا في الكوكوت تنديروا معاها شويه المليحه غير شويه شويه البزار حتى هي شويه القرفه شويه السمن شويه الزعفران صافي وتنخلطوها مزيان بالدينا بحال اللي تنهرسوا فيها عاد في الفوق تنديروا غير كاس ديال السنيده كاس واحد سنيده تنديروا فاني تنديروا شويه ديال هذا الملحه راه قلت في الاول قصه الملح معلقه ديال الزيت معلقه وحده ديال الزيت العاديه تنديروا الزبيب بلا تكونوا غسلناه تنديروه من الفوق تنديروا عليه الكاس السنيده صافي وتنخليوه حتى تتهبط ملي تتهبط ولا سدينا عليها في الكوكوت تنحلو عليها عاد تنزيدوا داك الحمص اللي هو مفسخ لان الحمص طلعنا فيه الغليه تيكون غلا مزيان غير بدا يدخلوا الطياب تنحيدوه باش مع التحراك ملي تنكونوا نعسلوا فيه ما يتحرش لينا مع البصله واخا يكون باقي شاد فيه الطياب فعلا فيه خاصو شويه الطياب تنخلطوها معاه وتنخليوه بنتي حتى تتعسل مزيان تتبان لك داك الحمص يولي تا هو ذهبي مع الزبيب مع كل شيء تنبقاو بمعلقه العود حتى تتولي عندنا البصله مع السله تيكون عندنا ديك الساعه الحوت صافي هو راه دغيا تيطيب اييه كله تنغطيو بهذيك التفايه اييه تنغطيو مزيان بنتي بديك التفايه
عاد نقدروا نديروا اللوز كاختيارك. إلا سيدة بغات تزيد عليه الويزات وهذا راه تيجي من أروع تيجي غزال فعلا الله يعطيك الصحة تيجي زوين من بنت تبارك الله طويجنات المعروفين يعني في المغرب بنتي الفرخ. إيه الفرخ هذاك راه كله زوين ما فيش شك نهائيا يعني هذاك راه تتشريه هو مسلوخ من عند هذاك كنت نجيبو تنغسلوه في نفس الوقت نعطيك المقادير واخا إيه واخا باش نديرو الوقت تنعصرو بنتي واحد الحامضة وحدة تتكون كبيرة النص تنعصرو والنص تنقطعو دواور وتنحطو جانبا تتكون عندنا بنتي قبطة ديال الكرافس البلدي داك اللي تتكون قصيرة إيه عندنا نص قبطة مخلطة ما بين القزبر والمعدنوس عندنا داك الراس ديال الثومة اللي تيكونوا فيه 6 دروس أو 5 ديال الثومة إيه عندنا معلقة ديال الكمون البلدية صغيرة عندنا نص معلقة صغيرة ديال البزار عندنا نص معلقة ديال الخرقوم العادي العرق الملحة عندنا شوية واللي ما بغاش دير الملحة تدير ضامة ديال الحوت إيه ديال الإيديال تاهي تدي زوينة عندنا واحد الرباع ديال المصير الرباع ديال المصير عندنا كاس لاروب ديال الزيت البلدية اللي ما تيديش الزيت البلدية راه يكتفي بالعادية ماشي مشكل إيه صافي هادشي بنتي وعندنا خيزو تقريبا أنا غادي نعطي العبار غير نص كيلو خيزو على حسب أفراد العائلة خيزو يكون داك النوع اللي تيكون زوين خيزو السيدات دائما في الحوت تنشوفهم تيسلقوه ما خاصش نهائيا خيزو يتسلق الا تسلق صافي راه مشات الفوائد اللي فيه هو نقطعو غير رقيق اييه خيزو ولا كان فيها شبر راه تنقسمو على 4 تنديروهم قد العويدات تاع الوقيد فهمت بنتي أيه؟ انا تنوضح لهم فعلاً. الطريقه باش دغيا يطيب باش دغيا نقيو ونحيدو داك المعدم ديالو وتنقطعوه رقيق تنشدو بنتي داك الحوت باش يكون سقطر تنديرو نقطعو الربيع وتنقطعو غير واحد جوج عويدات من داك القبضة الكرافس وتنخلطو داك الربيع ثم تنحكوها تنزيدو اما الضويمة اما شوية الملحة شوية الخرقوم والعطرية كلها مع داك النص الحامضة اللي حنا عصرنا وتنديرو فيها الحوت تنستفخ داك الورا القبطة ديال الكرافس بعدا تنكونو غسلنا دوك الرويس ودوك الوريقات كلهم غسلناهم بوحدة بوحدة ودرناهم الشبيكة تنفرشو ديك القبيطة في الطاجين دوك العويد دوك الورق كيجي زوينين العويدات لتحت تنحطو على داك خيزو اللي حنا قطعناه صغيور فهمت بنتي مفهوم نقطعو ماشي ضير بحال العويدات تنشدو دوك المرصوات ديال الحوت تنسطفوهم من الفوق تنحكو واحد جوج مطيشات مطيشات يكونوا زوينين ونص معلقة ديال المطيشة ديال الحك تنحكو دوك المطيشات تنزيدو عليهم مطيشة الحك وتنخلطوهم مزيان مع شو واحد المعلقة الماء باش تدوب لينا مطيشة الحك مع العطرية فاش خلطناها تنمسحو بها داكشي وتنغطيو بها من الفوق ايه مفهوم الطريقة مفهوم ايه تنشدو واحد شوية جوج دراهم ديال الزيت والمسلالة حتى هو ترشوه من الفوق وتنشدو ديك الحامضة اللي بقات عندنا تنقطعوها مرصوات دايرين شرائح رقاق تندورو بها حتى هي من فوق الحوت تنديرو فليفلة حارة في الوسط وتنزيدو مطيشة نخليه واحد نص مطيشة تنقطعوه تا هو دواور من فوق الحامض وتنديرو عريس على الكرافس من الفوق كاع صافي وديك الساعة تنقيوه بشوية زيت العود اللي بقى والماء راه غير داك شوية الماء ديال المطيشة راه ما تنديروش الماء الماء راه ما تنديروش الكابونيسيتو لا 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 فعلا اي خصها في مهيله ويطيب على المهل ما تنديروش وتنقصوا عليه تكون تنقصوا عليه بنتي البوطه مزيان من الافضل الطاجين اييه تنقصوا عليه البوطه مزيان وتنخليوه الله يعطيك الصحه صافي طيب على خاطره الناس بكري في اسي مني ما كانش البوطه ما تيديروش في الطاجين كانوا تيديروا في واحد الطنجره اللي ما تتكونش غارقه بزاف تيديروا على الفاخر فوق من الفاخر فوق من هذاك الفاخر تيحطوا الطنجره وتيكون واحد الطبصيل على قد الكميله هذاك هو تنديرو فيه الفاخر اييه فعلا طيب بين نارين اييه تيجي مجمر من الفوق تيجي تبارك الله غزال اييه حاجه اللي مجمره كتجي زوينه عنده ما نقولش لك بنتي كيفاش تجي الله يعطيك الصحه انت منها طويجنات
يجربوه. لا لا اكيد كيجيو زوينين فعلا، كيجيو زوينين. الله يعطيك الصحه وبالصحه تبارك الله عليك يا ملكه، عليك والسميحه وكاع الناس اللي يعرفوا ملكه ام ساره. الله يبارك فيك. سمحوا لي على نهار كفايه، إيه؟ انا نسيت السنيده اللي ما عطيتهاش، هي دابا نفس الطريقه يضيفوا السنيده حيت بزاف السيده. اي بالنسبه للكفايه وملكه وتي السنيده فينا هي. يلا تبارك الله، ما كاين حتى مشكل. تحيه كبيره ليك. الله يبارك فيك، شكرا لك بزاف. تحياتنا لك ملكه، الله يبارك فيك، شكرا لك بزاف. تحيه كبيره الملكه والزوج ديالها وافراد الاسره، كنبلغ لهم سلام. مستمعه وفيه جدا من بدايه البرنامج، تعرفت عليها وعلى الاسره ديالها والله يعطيها الصحه وتبارك الله عليها، وكنشكرها بزاف لانه فوق ما كتكون عندها فرصه كتبغي تقاسم مع المستمعات الاقتراحات. غادي ناخذ مكالمه معنا عزيزه من عين حروده. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله عزيزه. سناء لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك، مرحبا بك معنا اليوم. الله يطول عمرك. عيط لك من دابا 3 سيمانات في السعوديه واحد الفطار. شنو هما؟ واخا قولي لي شنو هما؟ ذكريني عفاك. ليت العيد، ليت العيد مولد النبوي. اييه. كان 19 في الشهر، بغيت درتي واحد الرغيفة مع السنين، واحد الحلوة فيها بيسكوي والتمر. الحلوة ديال البيسكوي والتمر عاودتها، عطيتها ولا لا عطيتها؟ لا حيت عندما ولا كان سمت والو. لا والله لا عطيتها، عطيتها انا مازال عاقل عليها، عاودت هاد الحلوه ديال التمر ولكن ما كاين مشكل نعاودها لك. بالنسبه للرغيفات معسلين كنت عطيت انا وحدين، وكنت عطات سناء ام شرف قدمتها ديالها هي نيت، اللي فيهم ثلاثه ديال الشكيلات اللي بالكوكو البيستاش، اللي عجينه وحده ماشي هذوك درتيهم معمرين بالكاوكاو ولا باللوز؟ معمرين بالكاوكاو ولا اللوز؟ واخ واخ ما كاين حتى مشكل. اسمحي لي، بارك الله فيك عزيزه، تبارك الله عليك ومشكوره جدا. ان شاء الله هاد الاقتراحات خصني نسجلهم. بالنسبه للحلوه ديال التمر انا عطيتها وغادي نعاود نعطيها لانه هي سهله، رغيفات معسلين نبحث لك على الطريقه والمقادير ونعاود نعطيهم لك، لانه عطينا بزاف ديال الانواع وكاين عندي بزاف الاشكال، ولكن بالنسبه لهاد الاقتراح ديال العيد انا عقلت عليه ديال هاد الرغيفات اللي بغيتي. معنا عائشه السعيدي. الو. صباح الخير. صباح النور، فين غبورك؟ النور لاباس عليك. لاباس عليك، نتمنى تكون على خير. توحشناك عائشة. الله يبارك فيك. لا لا اختك، بارك الله فيك. الله يبارك عمرك، الله يبارك فيك. مرحبا. عطيك واحد الصابلي واحد الكراطة. اييه. الصابلي فيه 75 غرام زبدة، كاس ديال الزيت. اييه. كاس ديال السنيدة، جوج بيضات، راس المعلقة ديال روح الكراميل. مليحة. عندنا خمارة. كاس الكوكو مطحون محمر ومطحون، وعندنا الطحين حسب الخليط والكونفيتير باش نلصقو والفيتي اللي تزين. مفهومين المقادير؟ صافي تنخلطو ديك الزبده مع سنيده والزيت والكوك وروح الكراميل والبيض حتى تتنسجم مع العناصر مع بعضها، وتنزيدو داك الطحين شويه بشويه مع ديك الخماره. صافي ملي كان داكشي دخلاتينا ديال الطحين كنغطيوها، كنديرو واحد ساعتين في الثلاجه. صافي تنخرجوها تندوزوها ما بين جوج بلاستيكات او جوج بابي سيرفريزي اللي موجود. صافي كناخذو دوك القطع الكبار دابا كاينين موجودين بزاف. صافي كنقطعو داك كنقطعو داك الصابلي ديالنا وكنبر مراشم وكنشد واحد الخليط تنديرو فيه شويه البيض، واحد القهوه سريعه الذوبان، واحد المعلقه الكاكاو، كنخلطوهم مزيان مزيان وكنهزو ذاك الصابلي من الفوق وكنشرطوه بالفرشيط. اي داك الفوقانيه ما التحتانيه ما غادي ندير، هي ديك اللي فيها الحفيره تقريبا هي اللي كنديروا لها هذا الخليط، وكنجرها بالفرشيط وكنخليوها حتى كطيب، وكنلصقوها بذاك الكونفيتور كنزيدو مع واحد المعلقه الكليكوز. صافي كنلصقو ما بين كنلصقوهم وكندوزو الفيتين من الجناب. اييه. وتنحطوه راه كيجي زوين لا في المنظر ولا في المذاق. اييه. يعطيك الصحة. الله يبارك فيك. عندي واحد الكراتان تا هو كيجي زوين. اييه تفضلي. عندنا بكية لي بات، أي بات بغيتي. أي نوع؟ إيه جوج دنجالات. اييه. جوج حكاك ديال الطون، صلصة ديال الطماطم اللي كنكونوا إما طحناها، دابا كناخذوا داك السوريز موجودة، كنسلقوها نسلقها ولا هادو كنطحنوها في الخلاط، وكنديروا نلوحوا معاها واحد شوية الوريقات ديال البازيليك. اييه الحمد. عندنا جوج ريسات تاع التومة. جوج بوريات، شويه قزبر معدنوس، 100 غرام ديال الموتزاريل وملح والبزار وزيت العود. صافي تنسلقوا ديك لي بات بالماء والملحه، وتنزيدو عليهم واحد شويه زيت العود باش ما يتلاصقوش لينا لي بات. كنبقاو نحركو فيهم حتى كيغلاو، صافي كنحيدو الغليه. ملي كتغلى راه 10 دقائق ولا كتقل تسلق، كنصفيوها تناخذو المول ديال تنشحرو ثاني البرو مع ديك التومه، وتنزيدو عليه شويه زيت العود ودوك الدنجالات كنقطعو مربعات بلا ما نسلقوهم ما والو.
صافي كنديو نجيبو دوك المقادير كلها هي كنخوي على ديك سلطه الطماطم اللي نسمناها بالبازيليك صافي وكنخليو داك تي يطيبو تنجيبو المول ديال الكراتان كندهنوه كنلوحو ديك كنلوحو داك هذه لي بات وكندير فوق منهم هذا الخليط الاخر وكنرشو شويه ديال داك حيت الطونه ما كيطيبش غير كنرشو اييه فعلا وكنرشو شويه ديال الموتزاريلا كندخلو الفران حتى كيتساجم على راسي كيطيب داك الشيء صافي كنخرجوه كنقدموه في الفرن كنعطيه بشكل مختلف والوليدات يعجبهم هذا الاقتراح بحال هكا فعلا بزاف الوليدات ما تيبغيش بزاف هذا غادي نعطيك واحد التنسيمات ديال الزبده اييه راه سيدنا كاين اللي ما تيبغيش الزبده الروميه دابا كتشي واحد الكونتيتي ديال الزبده كتقسميها اما على ثلاثه كتشدي الخلاط داك عند طخوا كتخلطي فيه داك كتاخدي الزبده كديري مع ديك التنسيمه ديال الزيتون دابا الزيتون موجود تبارك الله داك المسلاله كتحيدي ليه العظم اييه كطحنيه مع ديك الزبده وكديري في شي بواط في الكونجيلاتور ملي كتبغي الزبده راه كتجدي كتاخدي ديك المعلقه ديال لي كلاص وكديري دي بول وكتحطي اييه فعلا كتجي زوينه وكتاخدي الزبده ثاني كتنسميها اما بالديك السودانيه هكاك غبرة اولا المعجونه هي نفس الطريقه والزبده ثاني كتشديها كديري تشدي شي تمر يكون معسل كتحيدي اللي بغا يديرها حلوه كتحيدي ليه ديك العظيمات وكطحنيها مع داك الزبده التمر الزبده مع التمر حتى كتطحني دابا حتى هو كتحطي اللي تيبغي حلوه حلوه كتحطيها تاهي ولا مع المعدنوس والثومه حتى هي كتجي مزيانه اي ما بغيتي كديري تزيديك ولا مع الزعتر ولا اللي بغيتي كتشدي ثاني كديري دي بول كتحطيه مع البوتي وداك الشيء راه كتجي في واحد الدعجيمه كتعرف فيها كاع ماشي الوجه فعلا اييه ولا فروماج ولا شي يعطيك الصحه فعلا تحتفظي بها وديك الساعه حتى الا قدمنا شوربه ولا شي حاجه خبيزات هكا محمرين الطريفه ديال الخبز السخون اييه بحال كي كيتقدموا في المطاعم الله يعطيك الصحه بحال ديال المطاعم تبارك الله عليك الله يطول لينا عمرك وصباحك ان شاء الله مبروك باذن الله ليكون جميع الطاقم الله يبارك فيك شكرا لك بزاف وتحيه وتحيه للملكه ام ساره الله يبارك فيك بارك الله فيك شكرا لك بزاف يا ربي امين شكرا لك بزاف سمعنا صوتك على خير ومرحبا بك دائما عائشه السعيدي غادي نختموا بالاقتراح ديال سباكيتي كيف ما قلت لكم بالنسبه للسباكيتي بالسبانخ بلي زيبيناغ فغادي ناخذوا يعني ناخذوا الكميه ديال السباكيتي وغادي نسلقوها بشكل عادي يعني اي نوع ديال لي بات عندكم على حسب اللي تيبغيو الوليدات على حسب اللي متوفر او على حسب اللي كتبغيو نتوما كبار فغادي ناخذوا قلنا سباكيتي غادي نديروها في الماء يعني الماء يتسلق يعني الماء يسخن مزيان وفي شويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال الملحه ومن بعد كنخويو يعني اي نوع ديال لي بات اولا سباكيتي هذا من جهه ونمشيو ناخذ واحد المقيله غادي نديرو فيها بصله مشلده رقيق اولا بصله الخضاريه يا محكوكه يا مشلده رقيق وغادي نديروها بالنسبه للبصله غادي نديوها نجيبوها في شويه ديال الزيت البلديه مع شويه ديال الثومه نشحروها مزيان عندنا الشامبينيون الفطر العادي اللي في المعلب ولا الاخر يعني الطري غادي ناخذوه ونقيوه ونقطعوه طريفات صغيورين اولا ديال العلبه وغادي نغسلو ونشلو من داك الماء وغادي نضيفو على ديك البصيله غادي نديو نجيبو في ديك البصله حتى تنزل مزيان عاد نزيدو ليها هذاك الفطر لانه كيطرطق ما كيبغيش طياب بزاف وغنديو نجيبو كذلك حتى هو معاها وغادي نديرو الاضافات الا كون اختيار هي سباكيتي بليزيبينا غير بوحدها بلا اضافه كتجي مزيانه وفيها يعني متكامله فيها الحاجيات لانه فيها لي زيبينار فيها السبانخ ما الا بغينا نبنوها بشي حاجه فلكم اختيار عندكم طريفات ديال الحوت الهبره ديال الحوت اولا واحد زلافه صغيره ديال القمرون اولا غير سيرومي اولا الكفته ديال العاديه ديال اللحم اولا الكفته ديال الدجاج اولا السوسيس نشحروه ومن بعد نقطعوه طريفات صغيره على شكل دوائر ونزيدو على ديك البصله والشامبينيون اي حاجه عندكم في الدار من بعد كنديو نجيبوها مزيان وغادي نسمو بشويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار شويه ديال السكينجبير شويه ديال الشونيه الحاره وواحد الرشه صغيره ديال التحميره بالنسبه للاضافات اللي هما مهمين واللي غادي يديروا فرق ولا ما كانش ممكن انكم ما ديروهمش يعني عندنا الشبت راه كيتباع عند العطار يعني الشبت ناخذوه ممكن نديروا منه شويه عندنا العطريه ديال الحوت اولا عندنا القشور ديال القمرون يعني قشور ديال القمرون مهمين بزاف والصراحه خاصه في هاد الشوربات لان الوليدات ما تيبغيوش ابار الا كان شي وليدات اللي عندهم حساسيه هكا من الحوت اولا من اي حاجه عندها علاقه يعني بالحوت فممكن انهم ما يديروش اما العادي خاصه يعني في افراد الاسره كيبغيو شوربات اللي يكونوا مختلفين بدل ما اننا نبقاو نضيفو مثلا قشده طريه بعد ما كتكونش متوفره اولا بعد نوبات كنحسو انها كتكون شويه ثقيله على حسب اولا ما تنبغيوهاش راه هذيك التنسيمه ديال العطريه ديال الحوت اولا ديال الشبت
اولا ديال القشور ديال القمرون مطحونين بودره، هادوك نحتفظوا بهم ونضيفوهم، لا سواء المملحات القشور ديال القمرون زوينين بزاف، يعني ملي ناخذوا الكميه نصايبوهم نحيدوا ليهم هذاك الرويس ونخليو غير القشره وندخلوها الفران حتى تيبس مزيان، واحد من فوق ما نطيبوا شي حاجه في الفران بعد نطحنوهم مزيان ونغربلوهم ونخليهم على شكل بودره ونخليهم في قرعه ديال الدجاج مع العطريه. درنا الشوربه نديروها، درنا صوبه نزيدوا شويه، درنا مملحات، درنا ولو غير البيض مثلا مع البصله هكا مشحر والشامبينيون اولا فليفلات نديروا شويه منه، راه كيجي بحال بحال كناكلوا بيلبيل اولا بحال مذاق ديال 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 القمرون. فكيف قلنا السباكيتي هي كتسلق، سلقناها غادي ناخذوا قلنا البصله نديروها في مقله مع شويه زيت العود شويه ديال الثومه وشويه ديال الفطر الا كان متوفر ونشحروا مزيان ديك البصله. من بعد غادي نزيدو يا قمرون يا حوت يا سيرومي يا كفته ديال الدجاج يا كفته ديال اللحم، نديرو نجيبوهم مزيان، نديرو العطريه شويه ديال الملح الابزار سكينجبير رشه ديال التحميره ما نكثروش وشويه ديال الشونيه الحاره، وقلنا الاضافات نزيدو شويه العطريه ديال الحوت شويه ديال بودره القمرون يعني القشور ديال القمرون هكا شويه معلقه ولا الشبت على حسب اللي متوفر عندنا. من بعد غادي ناخذو واحد الطحانه ان دو تخوا اولا الكاس ديال الخلاط الكهربائي غادي نديرو فيه حفنه ديال لي زيبينا، يعني لي زيبينا غادي ناخذوهم ونقيوهم ونقادوهم ونديروهم فواحد المنديل ونخليوهم غادي نهزو منهم ما كنكثروش كنديرو غير حفنه بيدينا، نهزو حفنه بيدينا ونحيدو ليها دوك العويدات دوك غادي نديرو غير الوريقات بوحدهم ما غنديروش السيقان، غنديرو غير الوريقات بوحدهم، هذوك الوريقات غادي نجمعوهم وغادي نديروهم في الطحانه معاش غادي نديروهم مع واحد جوج حتى ثلاثه المعالق كبار ديال الحليب سائل باش يتحل لينا، وغادي نديرو معاهم جوج حتى ثلاثه الفرماجات مربعين ولا مثلثين، وغادي نديرو معلقه كبيره ديال المعدنوس مقرد رقيق ولا مطحون مع الثومه، معلقه ديال المعدنوس مقرد رقيق ولا مطحونه مع الثومه يعني تكونوا مطحونين من قبل ونزيدوهم ونطحنوهم على هذه المقادير مع شويه ديال الملح والابزار. يعني في الطحانه ديال كاس الخلاط الكهربائي ولا في ان دو تخوا غادي نديرو ديك حفنه ديال الوراق ديال لي زيبيناغ ديال السبانخ غير الوراق بوحدهم بلا دوك السيقان بلا العويدات، غادي نديرو غير الوراق بوحدهم نهزو منهم حفنه نديروهم في الطحانه مع ثلاثه المعالق كبار ديال الحليب باش تطحن لينا، ونزيدو جوج حتى ثلاثه المعالق حتى الفرماجات من 30 ولا 40 اللي متوفر، نديرو معلقه كبيره ديال المعدنوس مطحونه مع الثومه مزيان وشويه الملح والابزار، غادي نطحنوهم مزيان غادي نطحنو مزيان هذا الخليط حتى نحصلو على داك الخليط ديال لي زيبيناغ يعني مطحون، يعني مطحون هو ثقيل ولكن مطحون. مباشره غادي ناخذو هذاك الخليط غادي نزيدوه على الخليط ديال البصله، غادي نزيدو على الخليط ديال البصله، ومن الاحسن اللي ما عرفناش نقطعوه البصله رقيقه نحكوها في الحكاكه من الاحسن لكم اختيار، غادي نضيفو يعني مثلا هذاك الخليط ديال اللي طحنا ديال لي زيبيناغ غادي نزيدو على الخليط ديال البصله والشامبينيون وغادي نخلطو مزيان، وغادي نقصو العافيه وغادي نزيدو العلبه ديال القشده الطريه ديال لا كريم فريش غادي نخويوها. هذا الخليط ديال لي زيبيناغ يعني هي الوراق ديال لي زيبيناغ خضرين يعني طريين، فبمجرد ما غادي نخويهم في هذاك الخليط غير غادي نخويهم فوق عافيه مهيله بحال غادي غير دفا لينا شويه، غادي نزيدو علبه ديال القشده الطريه غادي يكون كلشي مخلط، عندنا داك الخليط لي زيبيناغ اللي طحنا، عندنا علبه ديال القشده الطريه، وعندنا هذيك البصله مع الفطر اللي شحرناهم من قبل سواء زدنا لهم قمرون ولا حوت ولا كفته كيف قلنا ولا اي حاجه، هادشي كله كيتخلط مع بعضياتهم. سباكيتي كنكونوا سلقناهم بعد صفيناها، ملي كتصفى لينا كنبداو نهزو الكميه اللي بغينا وكنديروها مع داك الخليط وكنبداو نخلطو بجوج فرشيطات كيتخلطو مزيان حتى كنشوفوا ديك السباكيتي ديالنا كلها ولا اللون ديالها خضر وواحد اللون خضر فاتح، يعني باش ما نكثروش لي زيبيناغ باش ما تجيناش مره، يعني غير حفنه بيدينا غير حفنه ديال الوريقات ديال لي زيبيناغ وما نديروش السيقان ما نديروش العويدات، نديرو فقط غير الوريقات بوحدهم ونطحنوهم قلنا مع ثلاثه المعالق كبار ديال الحليب لانه بوحدها ما غاديش تدور لنا في الطحانه، ضروري نديرو السائل، نديرو معلقات ديال الحليب جوج حتى ثلاثه المعالق كبار ديال الحليب، غادي نديرو ثلاثه الفرماجات من 30 ولا 40، قلنا معلقه كبيره ديال المعدنوس مع الثومه مطحونين مزيان وشويه ديال الملح والابزار. هذاك الخليط راه ممكن انكم تطحنوه مزيان وقلنا نديرو فوق في الكوكوط ولا في الطنجره غادي نخويو ونزيدو عليه ديك البصله مع الشامبينيون مع داك الاضافات اللي درنا اللحم ولا كفته ولا اي حاجه، وغادي نخلطو مزيان غير بدا يدفى لينا هذاك الخليط ديال لي زيبيناغ ديال السبانخ، صافي نزيدو علبه ديال القشده الطريه بدا يدفى لينا هذا الخليط وكنشوفو ان بدات كتغلي ديك القشده الطريه وكنخويو هذيك سباكيتي كنخلطو، وملي كنبغيو نقدمو ديك الساعه لكم الاختيار، ممكن نزيدو الفرماج محكوك ممكن نزيدو شويه ديال زيت العود من الفوق، راه كتجي لذيذه بزاف كتجي بنينه بزاف. هذا الخليط ممكن طحنوه وديروه في المجمد في الكونجيلاتور ديال الخليط ديال لي زيبيناغ اللي حنا طحنا بوحدو
ممكن اننا نطحنو ونحتفظوا به فوق ما نسلقوا شويه سباكيتي او اي نوع ديال لي بات. غادي نشحروا غير بصيله مع اي حاجه عندنا قلنا كفته ولا حوت ولا هذا وغادي نخرجوا ديك الكميه ديال لي زيبيناغ اللي طحن اللي حنا طحنا الوريقات ديال لي زيبيناغ. ما كنديروش العويدات في هذا الخليط، ما كنديروش العويدات نهائيا، كنديروا غير الوريقات. بالنسبه للاستعمالات ديال الوريقات ديال لي زيبيناغ راه ممكن فوق ما نديروا اي نوع ديال العصير كيف ما بغي يكون، اي نوع ديال العصير نزيدوا واحد 3 4 د الوريقات حتى 5 د الوريقات ديال السبانخ ديال لي زيبيناغ، ما كيبانش المذاق ديالهم، كيجيو مطحونين. عندك هما والخص ممكن تزيدوا مره خصه، يعني ماشي خصه كامله، مره جوج وريقات ديال الخص، مره جوج وريقات حتى 5 د الوريقات ديال لي زيبيناغ. راه مهمين بزاف سواء مع القرعه الحمراء، مع الليمون، مع الكاكي، مع الكيوي، اي فاكهه اي عصير. هذا من جهه. الا درنا مثلا الا درنا البيتزا، عجين ديال البيتزا، غادي ناخذوا هاد لي زيبيناغ وغادي نفوروا الوريقات ديالهم، نفوروهم باش يبقوا محافظين على القيمه ديالهم. ملي غادي نفوروهم غادي نقطعوهم هكا طريفات شويه وغادي نديروا العجين ديال البيتزا ونديروا الصلصه اللي بغينا، الصلصه البيضاء ولا غير القشده الطريه مع الفرماج هي الطبقه الاولى، ونديروا لي زيبيناغ مفورين وغادي نديروا طبقه اما ديال طوماط سوغيز اولا الفلافل الالوان اولا القرعه الخضراء على حسب اللي متوفر، وكنحكوا كميه كثيره ديال الفرماج وكندخلوها للفران. راه كتجي زوينه والوليدات كياكلوا لي زيبيناغ سواء في العصير سواء هكا في سباكيتي، نهائيا ما كتبانش، كتبان خضراء واللون خضر كيفتح لهم الشهيه، اولا في البيتزا ولا حتى في الاضافات ديال المملحات وديال الحشوات. فنتمنى تكون وصلتكم الفكره والمزيد من الاقتراحات ان شاء الله في الحلقات المقبله من خلال برنامج لمولاتي. لكم تحيات وفاء فائز رفقتنا في الاخراج والبرمجه الموسيقيه. لكم تحية سميحة عشوبي يعني في استقبال مكالماتكم الهاتفية والتنسيق، ونتمنى لكم بقية أوقات ممتعة جدا برفقتنا على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم.